أنيس بن طيب المشرف العام للقافلة الوطنية الشاب فكرة، قبل أن أمنحه الكلمة ليرحب بهذا الحضور الكريم، ندعوكم سيداتي سادتي لنتابع بالصوت والصورة أهم ما ميز الطبعة الثانية من القافلة الوطنية شاب فكرة. أتابع لحظات تاريخية في مسار القافلة التي بدأت في شهر فبراير 2023 كما شاهدتم في الروبورتاج. قافلة التي هي الرسالة الأولى ديالها هي كيفية تطوير مفهوم المقاولتية لدى الشباب الجزائري، وهم بهذا النجاح سيتركون الأثر الطيب في نفوس الناشئة والشباب كي يسهموا في تشريف بلادنا وطنيا وإقليميا ودوليا بما تجود به عبقرياتهم ومواهبهم في شتى ميادين الإبداع والابتكار. واحد البنت مازالني نتفكر اسمها رابعه العدويه من تمرست، المورينغا تنوض في تمرست، نبته المورينغا حولتها كون كومبليمون اليمونتير باش تحط في لاتاي وفيه فوائد كبيره للصحه تاع الانسان. والمورينغا في بعض الاحيان تجي كوم بيتي كومبريمي امبورتي اون دو فيز في بعض الدول لانها عندها مناعه كبيره. يعني من المكونات المحليه ولادنا عادوا يصنعوا لا ريوسيت تاعهم في الجانب الاقتصادي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.